الذل هو عنف وقمع. الذل هو قمع الناس علنا قدام أهلهم ومجتمعهم وحالهم. هو إجبار الناس يشاركوا بعملية قمعهم، إجبارهم على الاعتراف بعجزهم علنا. هو تحويل ضحية القمع لدرس لكل المجتمع، درس بيرجع بيفرض حدود المقبول والمسموح. هو تدمير لنظرة الضحية لذاتها تتخسر أي قدرة للاعتراض أو تحلم بتخطي حدود المقبول. الذل هو لما العنف والقمع بيتسلحوا بالعيب والحياة. لغة سياسية مهووسة بالكرامة والشرف والعزة، ولما يدخل الذل على هاللغة بيكون الموت أفضل منه. لغتنا السياسية بتوعدنا بانتصارات، بتفتخر بثقافتنا، بتأله أبطاله. لغتنا السياسية بتوعدنا أنه ما ننزل. الكلام الزايد عن الكرامة عادة بيغطي الأعمال الوحشية. لما نحكي بجرائم شرف نحكي عن قتل لحماية استملاك الرجال لأجساد النساء. لما نحكي بالكرامة الوطنية ما فينا إلا ما نفكر بالعنصرية الوطنية يلي بتحول الضعيف لكبش محرقة. لما تكون اللغة السياسية هالقد مهووسة بالكرامة والشرف والعزة، يعني سلاحها المفضل هو الذل. عادة لما نفكر بالذل والسياسة منفكر بعنف جماعي ضد أفراد ظهروا عن إجماع ما، فيكون سياسي أو اجتماعي، فتعاقبوا من خلال إزلالهم، من خلال قمعهم بالعلن، من خلال إجبارهم بالمشاركة بقمعهم، من خلال تحويلهم لدرس للباقيين، من خلال تدمير نظرتهم لحالهم. الذل بيتحول مع الوقت لقمع ذاتي لما نصير نستحب حالنا، نقمع حالنا تهربا من القمع الجماعي لما يصير النظام بداخلنا. الذل بياخد غير أشكال، مش بالضرورة تكون هالقد مباشرة. الذل وقفة بالطوابير لتأمين أبسط أمور الحياة، الذل لما ترهن سيارتك عباب مستشفى لتسحب جتة ابنك، الذل نقبل أنه المصارف تقرر شو منستاهل من مصرياتنا، الذل نظرة الأهل من بعد ما يفشلوا بتأمين دواء أو مي أو دفا أو لقمة. الذل منه بس عنف زعران موجه ضد فرد، هو كمان انهيار انفرض على مجتمع كله. يلي عاشوا الحرب الأهلية بيتذكروا هالإحساس. بالحرب تبهدلوا المدنيين على الحواجز قدام المسلحين، قدام زعران الحي، مش قادرين يطلعوا من الملجأ، مش قادرين يأمنوا أكل، مش قادرين يحموا عيالهم. المهمشين بالمجتمع كمان بيعرفوا هالإحساس. الذل بيستعمل تيعاقبهم، تيفرض عليهم سلطة، تيأدبهم ما يطلعوا من حدود المسموح وما يطالبوا بأبسط الحقوق. الذل تيجبرهم يتخبوا ويختفوا. لما نجمع كل لحظات الذل مع بعض منلاحظ انه الذل أداة تأديبية جماعية، أداة للحكم. الذل بيسكتنا، بيشلنا، بيعلمنا ننضب وما نعترض، بيخوفنا من الخسارة، بيبعدنا عن الضعاف، بيقسمنا عن بعض. الذل بيعمل كل هيدا وهو عم يحكي بالكرامة، بس نحن فينا نرفضهم تنيناتهم. كفر.